في هذا الفيديو النادر المصور في الرابع عشر من مايو من عام 1964، كان رئيس مصر حينها جمال عبد الناصر رفقة رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك نيكيتا خروتشوف بطريقهم ليقفوا على هذه المنصة للإعلان عن تحويل مجرى نهر النيل لأول مرة في مدينة أسوان ضمن أعمال مشروع السد العالي الذي شكل تحولا مفصليا في تاريخ مصر. واليوم بعد 57 عاما تريد مصر أن يقف رئيسها عبد الفتاح السيسي وقفة مشابهة ليعلن عن تحويل جديد لمجرى مياه نهر النيل، لكن هذه المرة بما يجعل النهر المصري ذا الشهرة العالمية مجرى ملاحي دولي يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة فيكتوريا، وبالتالي جعل نهر النيل شريانا ملاحي يربط دول حوض النيل. ورغم الطرح المصري المفاجئ الذي خرج للعلن على حين غرة، لم تجد الولايات المتحدة غضاضة بأن تؤيد المشروع على الفور، في وقت تدور خلافات كبيرة حول نهر النيل قد تؤدي إلى حرب بين مصر ودولة المنبع أثيوبيا المصرة على بناء سد النهضة. فما قصة مشروع مصر تحويل مجرى نهر النيل؟ ولماذا الآن؟ ما أن التقى وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بخبير المياه لدى الحكومة الأمريكية ماثيو باركس ونائبة السفير الأمريكي بالقاهرة نيكول شامبين، حتى فاض عليهم الوزير المصري بمخطط القاهرة لتحويل مجرى نهر النيل بهدف ربط دول حوض النيل بشريان ملاحي جديد يضم ممرا ملاحيا وطريقا بريا وخط سكة حديد، إضافة إلى عملية ربط كهربائي وكابل معلومات بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للبلدان المعنية وجمع دول الحوض معا، باعتبار النقل النهري بين الدول أفضل الوسائل القادرة على تسهيل حركة التجارة لجانب دعم السياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ودفع التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة مع تقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي. كما لم يفت مصر تضمين مشروعها الفوائد الاقتصادية المتعلقة بتوفير فرص عمل وزيادة قدرة الدول الحبيسة على الاتصال بالبحار والموانئ العالمية، إذ إن مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يوفر منافذ بحرية لدول توصف بالحبيسة كون لا موانئ أو شواطئ بحرية لها مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا وأثيوبيا، ما ترى فيه القاهرة رسالة مصرية إلى أثيوبيا لتوضيح الفارق بين مشروع أحادي يضر بالجيران كسد النهضة ومشروع جماعي يخرج منه الجميع منتصرا ومستفيدا مثل شريان النيل، الأمر الذي أيدته واشنطن على لسان وفدها الحكومي إلى القاهرة حين وصفت تحويل مياه نهر النيل بأحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة. عصا أثيوبيا بدوالي بالنيل. في وقت يمكن مشروع تحويل نهر النيل الربط بين مصر والسودان بطرق برية وسكك حديدية يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة فيكتوريا التي تقع في الجزء الأوسط من القارة الإفريقية وتمتد لتقع على حدود ثلاث دول هي أوغندا وتنزانيا وكينيا بمساحة تبلغ حوالي 69,490 كيلومترا مربع، ما يعني أن مشروع شريان النيل سيربط بين دول النيل الأبيض عبر ممر ملاحي في نهر النيل وسيخدم دول كينيا وتنزانيا وأوغندا من دون أن يكون لأثيوبيا علاقة كونه خاصا بالنيل الأبيض فقط، خاصة وأن النيل الأزرق نهر قوي والانحدارات فيه شديدة ومن الصعوبة بمكان شق ممر ملاحي فيه، ما يشي بأن مصر تريد توجيه رسالة أخرى إلى أثيوبيا بأن إصرارها على بناء سد النهضة بهدف تعطيش مصر وقطع النيل عنها ستواجهه القاهرة بزيادة عزلة أديس أبابا وتأمين واجهات بحرية للجميع باستثناء أثيوبيا، في ظل حقيقة أن الدول الإفريقية المطيرة لديها مشاكل في النقل البري والطرق تكون مقطوعة بسبب الأمطار لتشكل المراكب الحل الأمثل بحيث تبحر في الأنهار
لكن قطع مسافة 3500 كيلومتر باستخدام طرق المقطوعة جراء الأمطار ما زالت تشكل عائقا كبيرا سيتم الانتصار عليه حال تحويل مجرى النيل الذي يمتد على مسافة 6000 كيلومتر من المتوسط لبحيرة فيكتوريا، لكن بوقت يسمح بتنقل أسرع بكثير مع تجنب السدود التي تعيق الملاحة في النهر بدءا من بحيرة فيكتوريا، ما يعني أن مصر ستكون قادرة على مساعدة الدول الإفريقية من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط مع جعل النهر صالحا للملاحة. فهل يجبر مشروع شريان النيل أديس أبابا على التوصل إلى اتفاق مع مصر وتخليها عن قطع مياه النيل عن القاهرة والخرطوم باستخدام سد النهضة مقابل وضع أديس أبابا على قائمة الدول التي سيشملها المشروع لتأخذ منفذا على البحر؟